والله غصب عني. انا لو عليا ما كنتش قربت من الفلوس دي فلوس حبيبه. معلش، ما انت هتجيب لها بيهم حاجات. عادي ياسين، ما فيهاش حاجه. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. بجد انا مش عارف اقول لك ايه. شكرا على كل حاجه بتعمليها معايا. على ايه بس، انا ما عملتش حاجه. المهم انت خلي بالك من نفسك، ان شاء الله ربنا يعديها على خير. يا رب. وانتوا كمان خلي بالك من نفسكم. حاضر. يلا بيبا عشان ما نتاخرش. باي ياسين. باي يا حبيبتي. خلي بالكم. ها؟ حاضر. الحمد لله، المال الحلال عمره ما يضيع ابدا. قولي الحمد لله. الحمد لله طبعا. بكره الصبح بقى اشوف حد يشتريهم، وبعدين نشوف طريقه نوصل الفلوس لامي ازاي. سهلا، نلاقي لها صرفه يعني. خلي بالك منهم، مشيلهم في حته كويسه. حاضر. ايه ده ايه ده، انت نازل ولا ايه؟ اه هروح مشوار وارجع على طول. طب بقول لك، خد بالك من نفسك، اوعى حد يعكسك. ها، شيلهم في حته كويسه. ماشي. سلام. سلام. وز مصر. مع السلامة يا ماما. مع السلامة حبيبة ماما، ألف مبروك يا حبيبتي، بكرة حاجة تطمن عليكي إن شاء الله. مبروك. مبروك يا فاروق. الله يبارك فيك يا حماتي.